أروى عثمان، باحثة في التراث الشعبي والأنثروبولوجيا، ناشطة حقوقية بالذات في مجال حقوق النساء والأطفال. طبعا الزواج الصغيرات هو كان موجود من ضمن يعتبر ايش فعاليه صغيره داخل فريق الحقوق والحريات. بالذات لما كنا نتكلم عن زواج الصغيرات وتحديد حسن الزواج كان كل من رأسكم. اتينا نحن ومجموعه من الاخوات العزيزات بطفله تحكي لنا تجربتها، تحدثت عن كيف انه يعني مقابل مبلغ مالي استدانه الاب ولم يستطع أن يبر به فأعطاه ابنته ثمان سنوات. الفتاة وهي تبكي بكتنا كلنا بما فيهم الرجال، كان أبداننا كلها مقشعرة من هول ما تحكيها الطفلة، وفعلا يعني في آخر لحظة انتصر القرار، يعني كأنه فعلا حسيت أنه فعلا الطفولة انتصرت ذلك اليوم. لكن هذا يظل انتصار أولي. الانتصار الثاني عندما يدخل في الدستور، الانتصار الثالث أيضا لما يفعل على مستوى الواقع. الخطوة الجاي أنه كيف يقدر أنه مثلا نعمل هذه النصوص الدستورية أنه تدخل أو مواثيق حقوق الإنسان أو الحقيبة حقوق الإنسان في المنهج المدرسي. فنزلنا مجموعة من الشباب طبعا بشكل تطوعي جدا بيوضحوا انه بهذا النص انه تحديد سن الزواج ما لا يقل عن 18 سنة، وكانوا قد مشوا كثير يعني، بس لكن اللهم الأحداث الأخيرة الحرب والانفلات الأمني حد من نشاط هؤلاء الشباب. وبنظل ان نحن والشباب وكل القوى المدنية الواقفة في صف الحياة ان نحن نشتغل على هذا للحد من الانتهاك المخزي والمخجل في الألفية الثالثة، أن يعني تقاد طفلة صغيرة عمرها 8 سنوات إلى رجل عمره في 80 وفي 60. كنا نتكلم عن سواق الصغيرات، كانوا يقولوا إيش؟ بيقولوا نحن نشرع للزنا، وإن نحن كفار، وإن نحن بنأتي بالفحشة، وإن نحن بنتبع سفارات وما إلى ذلك. حتى خرجت كثير من المظاهرات في الشوارع. أريد دولة تحميني، خاف علي، استند اليها في وقت هذا التوحش اللي يعني يريد ان يستبدل الدوله بميليشيا، يريد ان يستبدل القانون بعرف، يريد ان يستبدل المدرسه بكهف، مجتمع يتفجر بالارهاب عبر تجفيف منابع الثقافه والفنون والحياه الشعبيه البسيطه، الحياه الانسانيه الطبيعيه. هذا الذي أنا أبحث عنه الآن. أريد أيضا أن هذا الدولة يرد الاعتبار للدولة الآن اللي في وضع حرج، هيبة القانون مهمة جدا، دولة المؤسسات، الدولة اليمنية اللي وقعت على كثير من المواثيق الدولية ولابد أن تكون عند مسؤوليتها.